ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد زي ما وعدتكم. هنكمل مع بعض مشتريات العروسه من الالف للياء، وكل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هتبقى كده، وحاجات تركي وحاجات جميله قوي. عايزه اقول حاجه مبدئيا، شكرا لكل حد دعمني، بيعمل لايك، بيعمل كومنت، بيعمل لي شير، بيخلي صحابي ويعملوا لي سبسكرايب. ميرسي بجد ليكم. والكل برضو حد ما بيشجعنيش وما بيعملش اي حاجه، تمام، انا متقبله عادي. في حاجه تانية عايزه اقولها، مش شرط كل حاجه نشوفها لازم نجيبها، كل واحد على حسب مقدره اهله وعلى حسب برضو المستوى بتاعه. يعني انا اكيد في حاجات طبعا جايباها وفي حاجات اكيد مش جايباها، لان طبعا الميزانيه مش هتكفي كل حاجه في الدنيا، محدش بيجيب كل حاجه. فيا جماعه كلنا نقول الحمد لله على اللي احنا جبناه وعلى اللي احنا ما جبناهوش وعلى اللي احنا هنجيبه وعلى اللي احنا مش هنجيبه. انا دايما بقول الحمد لله. تمام يا حلوين، هنبدأ بقى النهاردة حاجات كده بسيطة خالص، وان شاء الله الفيديو الجاي يكون حاجات اكتر بإذن الله. ادعولي بس. يلا بينا نبدأ. ده كده اول حاجة جات لي، بصوا سعره 75 جنيه. بصوا ده اول طعم توابل اجيبه، انا مش عارفة هجيب حاجة تانية ولا لأ، ولو جبت برضه هوريها لكم. بس ده ماما جايباه بصراحة، كان عاجب ماما قوي يعني. مش عارفة هو متشقلب ليه، كيف انا اللي متشقلباه كده؟ لا مش متشقلب هو كده. اهو يا بنات، هو متبرشم، مش عارف افتحه لكم، بس هو بيبقى كده بعد ما بيتفتح، اهو بيبقى كده. تمام، دول بقى التلاتة ممكن تحط فيهم شاي، سكر، ملح، التلاتة الأساسيين اللي بتستخدميهم على طول. شكله جميل قوي وشكله كيوت قوي بجد، فا هيبقى لطيف قوي في النظرة. أنا حاسة إن دي مايلة اللي بتهيألي، مش عارفة، نشيل بس عشان متكترش. تمام، الحاجة التانية ده بقى مش عارفة هو تركي ولا لأ، احنا نشوف. لأ سين تقريبا. ده عجبني اوي. انا كنت مفكرة تركي ليه بقى؟ لان الالوان دي اللي هي الالوان التركية، هي البينك والبيبي بلو والحاجات دي، عجبني اوي اوي بجد. شكله اصلا من جوه تحفه، بس انا مش هعرف اطلعه لانه متبرش من جوه، هما لافينه كمان مليون لفه. تمام، ده انا مش عارفه بكام، هو هنا بيشرح لك المقصات وكده، هنا بيشرح لك بقى الحاجات. سوري يا جماعه الاضاءه كانت، بصوا احجامهم مختلفة، وكمان في واحدة مشرشرة. تمام، انا بصراحة شكلهم كيوت قوي، خايفة الفصوص دي تقع، فاللي جابته وجربته كده تقولي الفصوص دي بتقع ولا لا، واستعملوا ايه، عملي ولا ايه. اللي عجبني بقى في الموضوع ان انا لسه مكتشفة جديد ان ده مثلا السكاكين، مش عارفة بستخدمه ازاي اصلا، ومعاه مقص برضه نفس اللون تحفة. هو اصلا شكله تحفة، انا شفته قبل ما اشتريه محطوط في المحل من غير كرتونة، شكله كان جميل قوي. لو شفتيها دي جميل، هيفرق في شكل مطبخك جدا. انا مطبخي كله بجيبه بينك وبيبي بلو والالوان التركي، فجايبة كل حاجة الالوان دي ما عدا طعم الفلفل ده اللي فيه احمر واخضر. بصوا بقى ده عجبني قوي قوي قوي، ده جوانتي يا بني اهو كده بني، ده جوانتي تمسكي بيه الحاجات السخنة. انا مش جايباه عشان الحاجات السخنة، انا جايباه ديكور.
ممكن بقى لو حد جالي وكده اعمل نفسي بمسك بيه الحاجات السخنة، بس مش همسك بيه بجد. خسارة قوي على فكرة، شكله كيوت قوي. هو دي بنوتة وده طباخ صح كده، جميل قوي. ماما لما جابتهولي قالت لي انتي وخطيبك يعني. انا فيما بعد ممكن انزل فيديو الخطوبة بتاعي، بس لما ناخد عليكم كده وتاخدوا عليا ونحب في بعض اكتر يعني. نشيل ده كده ونربطه بعدين. بصوا بقى ده اخر حاجة معانا في فيديو النهاردة. معلش كنت بثبت السعر بتاعه مكتوب اهو، كويس ان هو مكتوب. مش عارفة جاية 285. هحاول افتح لكم. افتحه لكم. لا لا مش كده، انا اخر الدنيا. انا المرة اللي فاتت غلطت برضو فتحته كده. بصوا يا هما متشنكلين جوه. انا هحاول دي اكبر واحدة. استنى كده، اكبر واحدة. ده طقم كان الجرانيت من اول ما شفته وهو خطف نظري. 285. الحقوه بقى قبل ما يغلى عشان حقيقي تحفة جدا. كنت هجيب ستانلس ومش عارفة، كنت هجيب نحاس وكنت هجيب ايه، فعرفت ان هما بيصدوا، فده احلى بكتير. يا بنات لو لقيتوه جيبوه بجد، شكله تحفة. في الوانات كتيرة منه بجد، في بينك وفي بيبي بلو وفي الريد بتاعه كده. ده يا بنتي يا بنتي، مش نبيتي، ممكن يكون احمر غامق. انا بالنسبه لي نبيتي والاحمر الغامق واحد، بس في بقى الريد فاتح تحفه بجد. دخلوا كده جوه عشان نتكلم. كان اخر حاجه في فيديو النهارده. ثواني كده، مش عايز ادخل. بصوا بقى، انا عايزه تشجيع بقى منكم بجد. انا زعلانه منكم قوي، ان في بنات كده ببقى منتظره منها انها تشجعني وكده وما بتشجعنيش، بس انا حقيقي بشكر الناس اللي بتشجعني بجد بجد. يعني انا فرحانه من كل واحده بتعمل كومنت او كل واحده بتعمل لايك. في بنات بتدخل تكلمني حتى لو ما بتعملش كومنت، تدخل تشجعني. ففي بنات كتير انا زعلانه منهم، المفروض ان انا مستنيه منهم هم قبل اي حد تاني، بس مش مهم خلاص عادي يعني، بس برضه زعلانه. استنوني بقى في الفيديو الجاي. مش عارفة هيبقى امتى. بس استنوني يعني، وان شاء الله يكون حاجات اكتر من كده، وان شاء الله اعرف افيدكم. ولو عرفت اعمل لكم ريفيو عن اي مكان هعمل، ان انا بتحرك جدا يعني. فهشوف كده، ويا رب تكونوا دايما بخير. يا رب تكونوا بخير للفيديو الجاي وعلى طول وفي حياتكم وفي كل حاجة. ربنا يسعدكم. باي يا بنات.